أب اسمه لانجينوس، وكان مشهور عنه بالقداسة وأنه بيشفي أمراض وكده، بيعمل معجزات، وكان بينكر نفسه على طول، بينسب كل حاجة لربنا. ففي واحدة ست كان في اسكندرية، هو كان في دير في غرب اسكندرية، واحدة ست كان عندها مرض في صدرها اللي هو السرطان، فقال لها روحي لأبونا أنبا لانجينوس ده قديس هيشفيك منه. فراحت لقت أب راهب مبهدل كده في لبسه وكده، وبيتمشى على شاطئ البحر قدام الدير بيلم ايه حطب. فراحت قالت له يا ابونا لو سمحت فين ابونا لانجينوس؟ قال لها عايزاه ليه؟ قالت له عايزاه عشان خاطر يصلي لي ويشفيني عندي سرطان. قال لها ما تروحلوش، ده راجل كذاب وراجل مش كويس، لا ما تروحلوش، انت عندك فين المرض؟ قالت له لا انا هصلي لك وروحي وربنا هيشفيك، لكن اوعي تروحي للراجل ده. فراح صلى لها وقال لها روحي يا بنتي ربنا هيشفيك. راحت خفت على طول، فراحت قالت للاباء وللناس اللي هناك قاعده انا رحت الراهب وحصل كذا كذا كذا. قالوا لها شكله ايه؟ قالت لهم شكله كذا كذا ولحيته كذا. قال لا هو ده أنبا لانجينوس، هو ده القديس لانجينوس، بس اذم في نفسه وشتم في نفسه عشان ما ياخدش مديح من الناس. اتضاع قلب حقيقي في بستان رهبان. يقول كان في اثنين رهبان اخوات، كان في اثنين اخوات اخوات بالجسد، راحوا ترهبينه. ما راحوا ترهبينه قعدوا في قلايه واحده مع بعض اخوات. فالاخ الصغير كان متعود ان هو ايه يولع السراج بتاع القلايه، ينور السراج بتاع القلايه، فاشتم ضغط منهم عايز يضربوا في بعض، يضربهم بايه؟ بالكبريت. ازاي؟ راح خلى الاخ الصغير ولع السراج وحطه على المناره على الرف يعني، والشيطان قاعد كده صغير مش باين، راح مزحلق السراج وقعه. الاخ الكبير الراهب برضه راح قايم ضرب اخوه الصغير قلم، قال له ايه الاهمال اللي انت فيه ده؟ ده اسمه تهاون، ازاي توقع السراج من ايدك؟ انت راخي وتهاون وايه وبتاع. اخوه الصغير لو واحد فينا مكانه هيعمل ايه؟ مش كده برضه؟ او على الاقل انت زي بتضربني وانا فاكرني خدام عندك، ويسيب له القلايه ويمشي صح؟ الراهب الصغير عمل ايه؟ شوف التواضع بقى الحقيقي يبان في المواقف دي. روح ضرب مطانية بالكامل للأرض لأخوه اللي ضربه بالقلم، وقال له أخطيت يا أبي، طول بالك عليا وأنا هنوره لك تاني. الشيطان لما ربنا شاف هذا الأب المتواضع، يقول التاريخ كذا، أيد الشيطان يعذب فيه لغاية الصبح. والشيطان طلع جري على رئيس الشياطين، كان قاعد مع رئيس الشياطين بتاعه كاهن الأوثان، كاهن عبادة الأوثان اللي بيتعامل معهم يعني. فقال له كنت فين؟ قال له حصل كذا 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 كذا. وقال له حصل ايه؟ قال له الراهب الصغير بعد ما انضرب وانا انبسطت وقعت البتاع وهيكتهم ورحت في ودن الراهب الصغير قلت له شوف ضربك اضربه. قال لي لقيت الراهب الصغير ضرب مطانيه للارض وقال له اخطيت سامحني ابي، اديني فرصه انوره لك تاني. وقام نوره له. كاهن الاوثان ده قال هو ده الاله الحقيقي اللي بيعلم اتباعه التواضع والحب بهذا الشكل، وقام ساب له عباده الاوثان وبقى مسيحي وترهب في نفس الدير مع الرهبان. امال ايه؟ تواضع. راهب متوحد قعد 40 سنه متوحد في مغاره، 40 سنه متوحد في مغاره، لكن كان مسيطر عليه فكر ان مفيش ما يعادله في القداسه، مفيش راهب زيه في البريه. ما هو 40 سنه في مغاره متوحد، فطبعا جاله الفكر ده والشيطان جابه له واتغرس فيه وقبله وعاش بيه. ففي ثلاث اباء رهبان من الدير قالوا عايزين نمشي في الجبل في البريه نتفقد كده ونشوف يمكن قابلنا اب راهب قديس متوحد ولا حاجه ناخد بركته. فراحوا لغايه المغاره، لو مغاره من بعيد راحوا، هم رايحين لقوا روح هذا الاب الراهب خرجت من جسده والملائكه واخدينها ولا الشياطين واخدينها للجحيم. فانزعجوا جدا وبكوا، قالوا يا رب ده متوحد بقى له 40 سنه ازاي يعني يروح الجحيم؟ فربنا رد عليهم قال لهم هذا الأب الراهب صحيح متوحد ليه 40 سنة وناسك جدا وما بيخش العالم وبيصلي وبيصوم وكل حاجة، لكن كم مسيطر عليه فكر الكبرياء إن مفيش ما يعادله في القداسة وإن هو مفيش راهب زيه في البرية. فلما مات في كبرياءه فما ينفعش يخش السماء، فخدوه على الجحيم 40 سنة. 40 سنة بيصلي ويصوم ومتوحد في البريه، حرم نفسه من الابديه بسبب الايه؟
الكبرياء احذروا جدا، وانا اولكم جدا جدا من اي كبرياء او احساس بالذات. يا بخت الانسان اللي يجي على نفسه احباء، يا بخت الانسان اللي يجي على نفسه. الرب القدس مرقسك يقول ليس الانسان فضل من ان يرجع بالملامه على نفسه في ايه؟ في كل شيء. الواحد يلوم نفسه مش يلوم غيره. طول ما انا بلوم غيري وببرر ذاتي عمره ما هتصلح، عمره ما هقتني التواضع. القديس انبا بيفانيوس كان في شاب من قبرص كان شايف نفسه قوي وكان فيلسوف، وكان مسمينه الفيلسوف لان كان اي حد يروح يتناقش معاه يقنعهم، اي حد سواء كاهن او غير كاهن يقنعهم باللي هو عايزه. عنده قوه حجه واقناع رهيبه جدا، فكان الغرور واخده على الاخر بقى حاجه بقى في يتكلم معاه. فالموضوع وصل للقديس الانبا يا بيفانيوس، فقال لهم هتقولي الشاب ده اقابله اشوفه. فلما الشاب جه هو واثق بقى من نفسه يطلع اي انبا بيفانيوس يعني واحد من ضمن. فقالوا انبا بيفانيوس قال له طب يا ابني قبل ما نتكلم هنقف نصلي. فانبا بيفانيوس بدا يصلي، اول ما بدا يصلي حضر عليه روح شرير كشف ما استحملش واترمى في الارض وقعد يزبد وحاجات كده. فانبا بيفانيوس بيقول له انت اللي كنت؟ قال له ايوه انا. قال له انا اللي انا بعمل كده، وانا اللي خلوته يعمل كده، وانا خلوته اضل ناس كتيره. المهم انبا بيفانيوس فضل يصلي لغايه ما خرج منه روح الشرير ورجع. قام الشاب فايق قال ازاي كنت بعمل كده وانا كنت فين؟ باتضاع انبا بيفانيوس وقوه صلاته كسر كبرياء هذا الانسان اللي كان ساكنه شيطان الكبرياء وخرجه منه انسان عادي.